قبل شهرين بالتمام والكمال غزت روسيا جارتها أوكرانيا لينتفض العالم ولا سيما الدول الغربية مدافعاً عن الضحية ورافعاً شعارات الإدانة للغاز المحتل الذي تعرض لجملة عقوبات وحملات نبذ دولية ربما لم تسبق إليها سوى ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية. لكن في بقعة أخرى على سطح الأرض تبعد نحو 3000 كيلومتر كان احتلال آخر يحظى بقبول دولي بل ودعم مفتوح منذ عشرات السنين، ما دعا كثيرين لتسليط الضوء على ما اعتبروه ازدواجية المعايير الغربية لا سيما مع عودة الصراع للاشتعال في القدس على إثر استفزازات إسرائيلية واقتحامات متتالية للمسجد الأقصى حيث اعتدت القوات بالضرب على المصلين واعتقلت المئات منهم، وذلك بهدف إخلاء باحة المسجد وتأمينه لاستقبال المتطرفين والمستوطنين الذين يريدون الاحتفال هناك بأعيادهم ومناسباتهم الدينية. احتضان وشيطنة. في أوكرانيا اعتبر المدافعون عن بلدهم أبطالاً مهما بالغوا في اللجوء للقوة كحل بديهي أمام القوة الساحقة للمحتل، وقرر الإعلام الغربي الاحتفاء بمشاهد تعليم المراهقين صنع زجاجات المولوتوف واستخدام السلاح الخفيف. لم يصف أحد هؤلاء الشبان أبداً بأنهم إرهابيون، بل هم أبطال شعبيون اختاروا المقاومة بدلاً من تسليم أرضهم لعدو لا يريد سوى تدميرها وإخضاعهم لنفوذه. أما في فلسطين فقد اختلطت الرؤية وتم تقديم الأمر بطريقة مختلفة، ولم يحظ أصحاب الأرض بحقهم في الدفاع عنها بل جرى وصمهم باتهامات عديدة، وكانت رواية الاحتلال الأكثر تأثيراً وتصديقاً في العالم الغربي لسنوات طويلة. لم يتعرض المحتل لعقوبات تذكر، ولم يحصل المحاصرون في غزة والضفة والداخل على صناديق أسلحة مضادة للطائرات أو صواريخ ستينجر أو مسيرات تمنحهم فرصة في النجاة وصنع معارك متكافئة مع العدو. كان عليهم دوماً الدفاع عن أنفسهم بأقل الإمكانيات الممكنة حتى لو كان ذلك حجراً صغيراً يواجهون به أحد أقوى الجيوش تسليحاً، والمدهش أنهم صنعوا انتفاضة كاملة بهذه الحجارة، ولم يزرهم رئيس الوزراء البريطاني سراً ليلتقي زعيمهم يعلن دعمه لنضالهم، كما لم تفتح الحدود أمام لاجئيهم الهاربين من جحيم الحروب كما حدث مع ملايين الأوكران، ولم تتضامن معهم الفيفا وكافة الاتحادات الرياضية وتعلق عضوية إسرائيل أو تستبعدها من بطولاتها كما فعلت مع روسيا، ولم تتساهل شبكات التواصل الاجتماعي مع مؤيديهم، بل على العكس عملت على تضييق الخناق على كل محتوى مدافع عنهم، لدرجة أن هذا التقرير قد يتعرض للحذف في أي وقت. لماذا لا ينصفنا العالم؟ يشعر الفلسطينيون بخيبة الأمل والخذلان من المجتمع الدولي الذي ينصف المعتدي دون إظهار أي مشاعر تضامن مع الضحية، لكن البعض قد يتفهم ذلك عملاً بمبدأ المصلحة السياسية التي تطغى بكل تأكيد على شعارات حقوق الإنسان. لكن الخذلان الذي يصعب تبريره يأتي من الأشقاء العرب الذين يخوضون جولات من التطبيع الفاضح وغير المسبوق في تخلي واضح عن دعم القضية الفلسطينية بل وتحالف مع عدوها في واضح النهار. قبل أيام قليلة من اقتحام الأقصى وقف وزراء خارجية دول الإمارات ومصر والمغرب والبحرين واضعين يدهم في يد وزير الخارجية الإسرائيلي داخل مستوطنة بنيت على أنقاض قرية عربية في النقب ودفن فيها مؤسس إسرائيل ديفيد بن غوريون. وقبلها بأيام كان السيسي يعقد قمة مشتركة مع محمد بن زايد ونفتالي بنت في شرم الشيخ. الرسالة إذن واضحة، عليكم أيها الفلسطينيون أن تتخلوا عن الأرض أو أن تناضلوا وحدكم، لن يقف معكم أحد. رغم ذلك ينتفض المقدسيون رافضين الاستسلام ومناضلين لأن تصبح بلدهم حرة وأن ينظر العالم إليها كما ينظر لغيرها بعين العدل، لأنهم يستحقون الاحتفاء والدعم تماماً كما يستحقه الشعب الأوكراني.